وهي التي تحصلت على شهادة التعليم المتوسط لدورة سنة 2024 بمعدل 18.08 أصيلة ولاية سطيف، تحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ البصير إبراهيم بن أحمد. هو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 17.89 أصيل ولاية ميلا. يحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية.